الشباب عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة إقليم قنيطرة. بالنسبة للترشح ديالي لمنصب منسق إقليمي للحزب، الترشح ديالي خدام المصادر القانونية ديالو في الحزب، والترشح بإيدي ديال القيادة، والقيادة هي اللي غتحسم في منصب ديال المنسق الإقليمي لإقليم قنيطرة. ومرحبا بأي قرار اتخذته القيادة السياسية للحزب، مرحبا به عن طريق دوري. التقييم ديالي ديال المشاركة ديال الشباب في السياسة في مدينة قنيطرة، هو كاين شباب فاعل سياسي وفاعل جمعوي، كيشتغلوا في هدوء وصمت، وكاين اللي في التنظيمات السياسية، وكاين اللي خارج التنظيمات السياسية. المهم قنيطرة كتحرك وباغا التغيير، والتغيير ما كيجي إلا بالشباب ديالها، الشباب ديالها الطموح واللي عنده غيرة على المدينة، وكيخلي الانتماءات السياسية ديالو وردها ديالو وكيشتغل. مدينة قنيطرة فيها شباب كيتحركوا سياسيا، وكنتمنوا في الانتخابات ديال 2021 يتنصبوا هاد الشباب ويكونوا في اللوائح الانتخابية، ونشوفوا هذيك الوجوه اللي كتكرر كل مرة. هذا نداء الأحزاب ديالهم، اللي سواء اللي داخل الأحزاب وسواء اللي ما كيديرش سياسة وما كيمشي بها سياسي، يحاول يدير التغيير من داخل المؤسسات، ينخرط في الأحزاب السياسية ويشارك باش يكون التغيير. أما بالشباب اللي كنعرفهم أنا شخصيا وداخل التنظيمات السياسية، كنتمنى من القيادة ديالهم السياسية أن نصفهم يكونوا في اللوائح الجماعية المقبلة ديال 2021 بالنسبة للدائرة الشرعية ديال قنيطرة. هذا نداء كنوجهو كواحد الشاب تا هو فاعل سياسي، كنتمنى نشوفهم وينافسوا، باش تكون المنافسة ويكون جيل جديد من السياسيين في ذاك المجلس البلدي. أزمة الانتقال في قنيطرة صراحة شيء مؤسف، وعمرها ما كان في التاريخ بأن قنيطرة تكون في هذه أزمة النقل، هذه المدة كاملة اللي تقريبا شي عام. مدينة قنيطرة كمدينة رائدة، ومدينة اللي عليها الرهان، ومدينة اللي غتكون فيها واحد المنطقة الصناعية كبيرة، ومدينة اللي كنشوفوا فيها أنها غتكون من بين المدن اللي كتنافس على الصعيد الوطني، ما يكونش النقل صراحة كارثة. هو هذا خطأ كبير، وصراحة أنا كنت كنتمنى أن أعضاء ديال المجلس البلدي أنا ما نقدموا الاستقالة ديالها، لأن في الدول اللي كتحترم راسها والناس اللي كدير سياسة وكتحترم راسها بحال هاد الأزمة هادي كتقدم الاستقالة ديالها، ماشي كتخرج كدافع كتبرر ولا كنديرو سياسة الهروب إلى الأمام بأن الشركة هي السبب، بأن هادي وكنعطيو شي أسباب زعما خيالية، زعما خيالية مكيناش. لا لا، اللي كيتحمل المسؤولية السياسية هو المجلس البلدي اللي جاب شركة وتعاقد معاها وتفاهم معاها بشرط الشروط والتحملات، فاش شفت الشركة على الأقل يتحملوا مسؤوليتهم السياسية ويقولوا حنا غالطين، حنا ما درناش خدمتنا تجاه المواطنين ومدينة قنيطرة، وعلى الأقل تكون غير هذيك ديال حنا غنقدموا استقالتنا لأننا فشلنا. ما كاينش، كاين سياسة الحروب اليوم، ديما كنحملوا المسؤولية للآخر، حنا ما كنتحملوش المسؤولية السياسية. أما بالنسبة للمركب الثقافي، شنو نقول لك؟ كيفاش مدينة قنيطرة ما فيها حتى سينما حتى مسرح؟ كيفاش مدينة قنيطرة كمدينة ما فيها حتى سينما، ما فيها لا مسرح لا سينما؟ ما يمكنش. وكان تاريخ مدينة قنيطرة كما تقال بأن المدينة كانت كتصدر الحضارة للمدن، كان فيها المسرح، كان فيها السينما. الآن كنشاهدو مدينة قنيطرة ما فيها لا مسرح لا سينما. مركب الثقافي واقف حتى هو الأسباب اللي معروفة، أسباب زعما شنو نقول لك، ديما سياسة الهروب إلى الأمام، ديما سياسة الهروب إلى الأمام اللي كتمارس. زعما شيء محزن، هو هادشي راه مؤسف بزاف. الدعم ديال الجمعيات، شنو نقول لك، الدعم ديال الجمعيات، جمعية المجتمع المدني،
بالنسبة لديك واش داك الشيء أنا زعما صراحة اللي كيوصلني بأن الدعم كيتعطى لجمعية الموالية لمجلس البلدي، الجمعية اللي ما كانت اللي ما خدامش لاجوندا ديال مجلس البلدي ما كتاخدش الدعم. هذا الشيء اللي رأيي في ديال الوحيدة راه هادشي اللي كيوصلني، هادشي صراحة اللي كيوصلني بأن جمعياتي الجمعية اللي كتكون متقربة من المجلس البلدي فهمتيني والمحاماة وهادي اللي كتاخد الدعم من جمعيات أخرى من جمعيات اللي ما متقربش ولا كيتم الإقصاء ديالها ولا ما كتعطاش الدعم ديالها بشكل اللي كتستحق. النادي القنيطري والكعك، النادي القنيطري والكعك اللي كيتعتبر من أحد شنو نقولك من أحد المعالم ديال المدينة، النادي القنيطري والكعك هاد الحالة اللي وصل ليها حالة يرتاح لها وديما كنوجه هاد النداء اللي بغى يدير العمل السياسي خليه بعيد على الرياضة بعيد على النادي القنيطري، بغيتي دير سياسة متسيسوش من الكعك، لأن الكعك وهادشي راه معروف أصبح نادي مسيس، أصبح نادي مسيس كدار فيه السياسة، اللي بغى يدير سياسة يخلي النادي القنيطري بعيد عليه، يخلي الكعك بعيد عليه. هاديك الكعك كندخلو ليها حنايا كسياسيين وكجمعويين وكصحفيين، عندنا متنفس تنفس ديال المدينة هذيك فرق اللي وصلت لي دابا وصلت للحضيض، ها رئيس الدار ها رئيس التحييد ها رئيس الدار ها رئيس التحييد ها رئيس الدار ها جابو هاد اللعاب والفرقة غادية وكتغرق، كيف كبرت سمع راه هبطات الهوات هبطات القسم التالي ديالو والنادي القنيطري اللي كانت كتنافس على البطولة ولا اللقب في واحد الفترة من التاريخ غتولي فرقة في الهوات. علاش؟ لان الكعك دارت بها السياسه وهذا واقع، هذا واقع، النادي القنيطري دارت به السياسه، دارت به السياسه ودارت به اجنده سياسيه وخدمات به وتش معروف، ماشي نجيبو شي حاجه من الفراغ ولا كنتخيلو، النادي القنيطري دارت به السياسه وخرج عليه واللي خرج على الفرقه خرج عليه العمل السياسي اللي تمارس من داخل النادي القنيطري، الكعك تسيسات والنتيجه هي ها هي النتيجه. هي هذه النتيجة، الكعك مشات، هذا واقع خصنا نعترفو ونتحملو مسؤوليتنا، الناس اللي دارت بالنادي القنيطري السياسة خصها تتحمل المسؤولية ديالها، الكعك مخرجاتش عليه مخرجش عليه سوء سياسة، خرجت عليه السياسة اللي تمارست من داخل النادي القنيطري، هذا هو الواقع، والناس اللي داروا بالكعك السياسة في النادي القنيطري راه معروفين، وعارفينهم القنيطريين كاملين، هذا هو الكعك. بالنسبه للبرلمانيين اللي كاينين في مدينه القنيطره اللي هما اربعه البرلمانيين ومنهم برلماني ديال حزب الاسره المعاصره، صراحه انا غنهضر فهمتي غنهضر بشكل عام، حنا كطبع حنا ملي نجح البرلماني ديالنا فوزي الشعبي دار مكتب ديال التواصل ديالو، راه كاين مكتب ديال التواصل ديالو في المنطقه الساكنيه حال مكتب ديال التواصل ديالو وكيشارك بالطريقه ديالو اللي كيشوفها تيشوف الطريقه اللي الطريقه الصحيحه، اما باش نقيمو واش داكشي صحيح ولا ماشي صحيح، المواطن هو اللي غيقيم داكشي عبر صناديق الاختراع، هو اللي غيقول واش هاد المنهجيه صحيحه ولا مصحيحاش، هذا هو الواقع، لان حنا معندناش الحق باش نقيمو، لان داكشي كيتشتغل الشيء راه كاين في المكتب ديال التواصل ديالو السيد البرلماني، ولكن اللي غيحكم على ديك الطريقه ديال الشيء هو المواطن عبر صناديق الاقتراع، ولا غيقول واش المنهجيه اللي كانت واش عطات الثمار ديالها ولا ما عطاتش. ما بالنسبه للبرلمانيين الاخرين بدات نعرفهمش انا بدا صراحه زعما غياب التام صراحه، هذا كاين عندنا مشكل ديال النقل برلمانيين ما كاينينش، كاين الكاك فينا هما البرلمانيين شهور وقرات عام، كاين المركب الثقافي، كاين قطرة ديال الاتحاد، كاين بزاف ديال المشاكل في القنيطرة، كاين بزاف ديال المشاكل في مدينة القنيطرة، وعندنا أربعة ديال البرلمانيين، فهمتيني عندنا أربعة البرلمانيين في مدينة القنيطرة، يعني الناس هادو شهور على مدينة القنيطرة باش يتعرفوا على المشاكل ديالها، وعلى الساكنين ديالها، أنا صراحة ما حضور باهت، هذا هو الواقع، هذا الواقع، لكن شي حاجة راه غادي نكذبوا على الشارع، حضور باهت. هذوك البرلمانيين الاخرين ما صراحه ما تعرفهمش زعما ملي شفتهم في اللوائح ديالهم نجحوا ما
ما بقيتش في شمول بعد هذوك البرلمانيين ثلاثه اخرين، مع زعما بحكم ان البرلماني ديالنا حنا فوزي الشعبي، بحكم معايا انا ويا بحكم معايا في الحزب كاين تاع كعارف شنو كيدار، اما خلينا ما كنعرفهمش ما كنعرفهمش، وكنتمنى زعما كنتمنى زعما كيما تيقولوا هما النواب ديال الامه ماشي النواب ديال المدينه، ماشي النواب ديال الاحزاب، النواب ديال الامه يترفعوا شويه على هاد المدينه. راه ما يمكنش تنجح وتمشي للبرلمان وما دير حتى سؤال كتابي ولا شفوي على مدينه قنيطره والمشاكل اللي كتعاني منها، كنضطروا نهضروا مع برلمانيين وحدين اخرين هما اللي يترفعوا على مدينه قنيطره. هذا الشيء مؤسف، ولا إقليم قنيطرة غارقة ولا إقليم غارق، راه هذا هو الواقع. ولا قلنا شي حاجة راه الساحة باينة، راه ما يمكنش. علاش حنا كنبداو بالجيل الجديد من السياسيين؟ لأن الممارسات هذه اللي ما عندوش غير المدينة ديال قنيطرة وبلا ما يترشح فيها، إلا مدينة قنيطرة بلا ما يترشح فيها، هذا هو الواقع. اللي غير يترشح باش يدير الأصوات مدينة قنيطرة راه غارق وكيخرق، اللي كيترشح باش يدير الأصوات ويديرها طريق كقنطرة كما تيقول كقنطرة باش يوصل راه كيخرق. القنيطريين وعاء واستوعبوا الدروس وفهموا مزيان، وانا متأكد بان الانتخاب ديال 2021 غتكون درس للجميع، وغتكون وكل واحد غيدي النتيجة اللي كيستحق. الكلمة الأخيرة ديالي هي كنقول بأن الشباب خصهم يمارسوا العمل السياسي من داخل المؤسسات، ونبداو بالتغيير من داخل المؤسسات. غادي نبقاو عراقيل، حنا بقينا عراقيل، كاينين عراقيل لهاد الأرض مفروشة بالورد، ولكن خصك تمارس السياسة من داخل المؤسسات باش تكون أنت البديل وتكون الجيل الجديد من السياسيين. حنا ديما كنادي بالجيل الجديد من السياسيين، لأن الوجوه خص تبدل الوجوه شوية. خص تبدل، لأن الوجوه والعقليات والتفكير خصهم يتبدلوا شويه باش يتبدل. خص الجيل الجديد من السياسيين كما كاين الجيل الجديد من الصحفيين، الجيل الجديد من الرياضيين، خص الجيل الجديد من السياسيين حتى هما يتبدلوا، تعطى فرصه للشباب اللي كيمارس من داخل التنظيمات السياسيه بأنه يكون في التسيير ويكون في مراكز متقدمه. وكنتمنى يكونوا في مراكز متقدمه في اللوائح الجماعيه المقبله، باش لان الشباب هو لما كان الشباب ما كاين والو، الشباب هو اللي عنده غيره على المدينه. وشكرا.